ننتقل بكم لفرانس بريس 24. البرلمان الأوروبي يرفع الحصانة عن ماري لوبان للتحقيق معها في قضية سب وقذف، حيث قرر البرلمان الأوروبي الخميس رفع الحصانة عن زعيمة اليمين الفرنسي المتطرفة ماري لوبان في قضية تشهير إثر طلب من السلطات الفرنسية. تواجه لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف التي خسرت في الانتخابات الرئاسية الشهر الفائت أمام إيمانويل ماكرون اتهامات بسب وقذف كريستيان ستورسي رئيس بلدية مدينة نيس في جنوب البلاد، حيث صوت أعضاء البرلمان الأوروبي للصالح رفع حصانة لوبان موضحين أنه لا يوجد سبب لتصديق أن القضية القانونية في فرنسا تحركها نوايا لإيذاء أنشطة ماري لوبان البرلمانية والسياسية. ولم تحضر لوبان جلسة التصويت. هذا الإجراء غير مرتبط بطلب منفصل من مدعين فرنسيين للبرلمان الأوروبي لرفع الحصانة عنها في اتهامات أخرى تتعلق باستخدام حزب الجبهة الوطنية تمويلا مخصصا للمساعدين البرلمانيين لدفع أموال لعضو في الحزب. وترتبط هذه القضية بتصريحات زعمت فيها لوبان أن استروسي مول أو مول حركة إسلامية محافظة في فرنسا عبر السماح لهم بدفع إيجار أقل من المتوسط لمسجد، مشيرة إلى أنه متواطئ أخلاقيا مع الجهاديين. وجاء قرار البرلمان الأوروبي بعد يوم من رفع الحصانة عن جان ماري لوبان والد مارين في قضية تتعلق بسلوك عنصري تحقق فيها السلطات الفرنسية. وتحقق السلطات الفرنسية في تصريحات قال فيها لوبان الأب في أغسطس لعام 2009 إن المهاجرين أو الأشخاص المنحدرين من عائلات مهاجرة هم سبب 90% من الجرائم. ومن المتوقع أن تنتخب لوبان الإبن في الجمعية الوطنية الفرنسية مطلع الأسبوع المقبل لتمثيل أحد معاقل حزبها بلدة إيلين بومون المشهورة بصناعة الفحم سابقا في شمال البلاد. وإذا تم انتخابها في الجمعية الوطنية من المتوقع أن تتنازل لوبان عن مقعدها في البرلمان الأوروبي الذي تحتفظ به منذ عام 2004.